ما زال بحوزتنا تصريحات مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني الذي تحدث لمجلة العين الإماراتية وقال كلاما عن المنتخب الوطني الجزائري. سنحاول أن نقرأ أبرز تصريحاته. إذا مانشيني قال: كنت أخشى تحطيم منتخب الجزائر لسلسلة إيطاليا القياسية بعدم الهزيمة في 38 مباراة متتالية. قال أيضا: شاهدت مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا ولا يمكنني التكهن بنتيجة مواجهتهما في تصفيات المونديال، فهي أشبه بمباراة إيطاليا والبرتغال. قال أيضا: لا يمكن القول إن عصر ميسي ورونالدو قد انتهى، هما يقدمان أداء جيدا حتى لو لم يكن مثل السنوات الماضية. وقال أيضا: المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول على الدوري الإنجليزي قوية للغاية، وأعتقد أن السيتي سيحسم لقب الدوري. إذا مانشيني لأول مرة يصرح ويقول ويكشف عن خوفه من تحطيم سلسلته التاريخية. أرقام القياسية تتكلم، نوبلي كان يستنى مع تداول المنتخب الجزائري في النتائج الإيجابية، كان يستنى أن المنتخب الجزائري راح يحطمها مع لاكوب دافري كما كاع كنا نستنى، خاصة وحنا كان يستنى يعني الخسارة يعني ضد غينيا الإكواتورية. صح، ضمن المشروع تاعو، ولكن المنتخب تاعنا سقط في النهائيات. هذا ما يؤكد أهمية سلسلة عدم الهزيمة. نعم، أهمية المدرب، أهمية اللعب، أهمية حتى البلد، تحفر اسمك في التاريخ. نعم. إذن